هذا يوم جد سعيد لأن الزيارة ديال ملكة الجمال العرب مغربية اسمها نبيلة عاقلي. هذا بالنسبة للأطفال مش يكون مرسوخ بواحد الطريقة جميلة جدا، لأن في حياتهم جات عندهم المدرسة ملكة الجمال. راكم شفتيوهم كيفاش تيعبروا بداك الفرح وداك الغبطة وداك السرور ملي شافوا ملكة الجمال. هذا تنبتزوا به وتنفتخروا به، لأن مغربية هي اللي شرفت المغرب بهذا اللقب. وشكرا للجميع. نادين المسؤوله الفنيه بشركه لو سونتونير ايفنت، هذه الشركه اللي كتراسها مدام سعاد الشامي، وهي الوكيله الرسميه لمسابقه ملكه جمال العرب المغرب اللي كتنظم كل سنه يعني ببلدنا الحبيب المغرب. اليوم قمنا بزياره لمجموعه مدارس الحنان في اطار البرنامج اللي كتقوم به ملكه جمال العرب المغرب 2019 الانسه نبيله عاقلي. لهذا البرنامج هذا كيتضمن انها غادي يعني تقوم بواحد الدعم النفسي المجموعة ديال التلاميذ المقبلين على الامتحانات الموحدة. إذا اليوم اخترنا مدرسة الحنان كنموذج اللي غتقوم به بهذا النشاط ملكة الجمال العرب المغرب. علاش بالضبط اخترنا مدارس الحنان؟ لأن مدارس الحنان فيها واحد الميزة خاصة، فريمون فيها اسم على مسمى، ما تعطى الاسم ديال الحنان إلا وكتوجد الحنان، يعني الحنان كثير، واحد الفائض ديال الحنان كتشوفوا في التلاميذ. والدليل وهو ديك اش غادي نقول لكم، واحد التلقائيه ديال الوليدات ملي دخلنا، واحد الاستقبال فريمون استقبال جد حار، وكتشوف الوليدات يعني كي بواحد الطلاقه، يعني ما كاينش انهم مشدودين ولا كي كنشوفوا في بزاف ديال البلايص، مي الوليدات سبونتانيمون خدامين فرحانين، وهذا الشيء كله كيرجع يعني للاطر اللي كتشرف على هاد الوليدات اللي كنقدموا لهم بالمناسبه واحد التحيه كبيره كبيره بزاف. اذا فريمون اش غادي نقول لكم، لقينا واحد الجو اكثر من رائع بمؤسسه الحنان، سواء من الاطفال، من الاطر الاداريه، الاطر التربويه. وقامت مادموزيل نبيله عاقلي يعني بواحد الدعم النفسي للوليدات اللي مقبلين على الامتحان الموحد المستوى السادس، وفريمون ما انتظرناش بان نلقاو الوليدات ديجا يعني مستعدين للزياره وحاملين الصور ديالها، بالاضافه للقصائد الشعريه اللي تلقات يعني في الحضور ديالها. فريمون هذا الشيء هذا كان فرحنا بزاف، وكنعاود نكررها، هذا ماشي غريب على هذه المؤسسه اللي عندها واحد الصيت كبير يعني في مدينه الرباط عامه. يعني ان فوا كنذكروا لاي واحد مسؤول يعني في مجال التعليم ولا مدارس الحنان، بون فوالا كيكون اوتوماتيك معرفه، لان فريمون عمر هذه المؤسسه ما تسمع لها شي حاجه خايبه، كيتسمع لك كل ما هو جميل، لان كتقوم بالتربيه والتعليم، يعني كتطبق هذه المسطره ديال التربيه والتعليم. بالاضافه للتعليم يعني كيقوموا بتربيه الوليدات، يعني ادماج الاطفال اللي عنده ذوي الاحتياجات الخاصه، ادماجهم مع الوليدات العاديين، وهذه واحد السمه اللي هي يعني جد مهمه. بالاضافه للانشطه اللي كتقوم بها المؤسسه طيله السنه، انشطه ثقافيه ترفيهيه فنيه، يعني في مجموعه ديال المجالات كتلقى الوليدات يعني يتقنون المسرح، يعني باش دير المسرح يعني ابو الفنون، هذا ماشي شي حاجه اللي هي سهله. يتقنون الغناء، يعني التحرك فوق الخشبه، هذه سي با دوني ا تول موند، يعني كتلقى الوليد ها هو حافظ الدور ديالو، حافظ الاغنيه، مي باش يوقف سيغ سان ويعني يوقف قدام الجمهور ويؤدي ذاك الدور ديالو، هذا كيخصو واحد لو ستاف اللي يكون مأطرو. هذا الشيء كلشي كنلقاه في المؤسسه، اللي كنقدموا لهم ان غران ميرسي باسم رئيسه الشركه مدام سعاد الشامي، يعني كنقدموا لهم الشكر الجزيل بزاف. ميرسي بوكو
خدم الوزاني. ميرسي بوكو الاطر الاداريه والتربويه اللي قاموا بهذا الاستقبال للملكه جمال العرب المغرب 2019، وبالمناسبه كنتمنوا لها التوفيق ان شاء الله في النهائي اللي غيكون في الجيري في 25 جانفي. ميرسي انكور اون فوا. Votre visite, les enfants vous ont témoigné énormément d'amour et je crois que vous leur avez apporté une très très grande joie. Et j'ai un tout petit mot en leur nom et au nom de toute l'école Hanan à vous lire que votre passage parmi nous a été un souffle de fraîcheur qui a semé la joie au cœur de nos enfants et de nos, et du nôtre. Votre disponibilité, votre patience, votre simplicité et votre modestie ne manqueront pas de laisser des traces qui, nous le souhaitons, feront écho. السلام عليكم. كانت زيارة جد رائعة وكانت صباحية جد جد مميزة ليا بالنسبة ليا، واستقبال رائع اللي دخل لي الفرحة لقلبي، وتقيت مع دي زونج صغيرين تبارك الله والأطر ديال مدرسة الحنان. الصراحة مدرسة في المستوى وكان استقبال رائع جد رائع. فرحت بلي كنت مع لي كاتيغوري كلهم ديال لي زونفون، وكنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى لهم النجاح ان شاء الله. من المشاريع ديالي هي التمدرس، هي العمل على التمدرس ان شاء الله، وهذه كانت لا بروميير انيسياتيف ولا لا دوزيام انيسياتيف، وباقي ان شاء الله دوتغ انيسياتيف غنعملهم. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.